يجتمعوا السمرة والحصودة ويفيقوا كل نواطير، شو بصير؟ سهرة ومغنى وتكسير. ليلي مشاهدينا، انتوا قاعدين عم تحضرونا ببيوتكم، رح تسهروا سهرة من العمر. الليلة سهرتنا مع نجم الغناء الشعبي الأول علوش. قولوا إن شاء الله ودقوا المهابيش. وسهلا فيك يا علوش. ببيتك ومطرحك الجديد. لك يا اهلا فيك، والي الشرف كون معك يا حبيبه قلبي، وبدي هنيك على هالشيء اللي عم تعمليه، واكيد بيتي واكيد مطرحي، وانا كثير سعيد اني اليوم عم كون معك يا حبيبه القلب. حبيب القلب. اهلا ام الريم. اهلا ام الريم. شو بقعد نتغازل شو يا ابو جميل؟ شو لك يا شحار قلبي؟ منقول من هالقمية يا لطيف، ما عاد اعرف حبك كيف. عيني ربك محلاك وريما يا بنت الشارع. كانت لطيفة إذا بيك ما أنا أمي كانت لطيفة. ما بكن علوش ابن الديك، كان أبجي بيك خاطيفة. هواكي غير دلال مساكين، هواكي غير دلال مساكين، وجرح بغير طلتكم مساكين. الله احباب القلب يسعد لي، احباب القلب يسعد لي مساكن برضا وسرور ومحبه وطراي. الله 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 الله. حبيبتي إذا هيدا بس المسا والتأهيلة، شو تركين لباقي الحلقة؟ علقتك كبيرة كتير. شو حلوة هالعلقة يطول مع هيك صوت وهيك جو. والليلي غني لي تغني لك بدقوا المهابيش. يا لطيف يا لطيف. هيدا العيد إن شاء الله أول شيء، يعني إن شاء الله يا رب بيكون خير يا رب، وسلام ومحبة وكل شيء حلو ان شاء الله هالسنة القادمة. هلا طمنيني عنك، انت كيف؟ انا بجنن بوجودك وبهالصوت وهالقعدة وهالبسمة. لك الله يسلمك احلى ابو جميل. الله يحفظ لي اياك ويطول عمرك حبيبة قلبي. من قلبي بدي اقول لك شيء. الله الله. ومن قلبي والله بهنيك، وجاي الليلة افرح فيك. ومن قلبي والله بهني، وجاي الليلة افرح فيك. يسعد ربك ما أحلاك بجميل يا عائلتي. يلا يلا يلا
ولهجر قصرك وارجع وقعد لهلي بعد ما دقت القهر لهجر قصرك وارجع وقعد لهلي بعد ما دقت القهر ونسى مدينة لو أرضى من دفر ونسى مدينة يا لطيف عشينا النهر فلا لا تغريني انت بلولو وحلا وانا من صغري بترعرع بالحلا وانسى مدينة لو ارضى من تمر وانسى مدينة لهجر ولهجر قصرة ونسى مدينة لو أرضى من دبر ونسى مدينة لو أرضى من دبر بير مشى بير مشى سكينة لحواش السلبينة بير مشى بير مشى سكينة لحواش السلبينة ذبحتنا ذبحتنا طفي ليلة نار
شمعة ديار يا روروس حارتي حلمك بير مشا بير مشا لحواش السادي يا لطيف لك غني لي اكثر ما غني لك صراحه. ليه مبسوطه فيك؟ لا وانا مبسوط فيك جاي اسمعك وانا جاي اسمعك يا حبيبتي الروح. يخليك يا ريما يخلي لي هالضحكه لك الله يطول وهالصوت وهالجو الحلو. اجاك الموت يا تاركي الصلاه هلا يا كدين. نعم بدي الا بدي الا لام الرين لعيني ان يعن النجم عني لعيني إني عن النجم عني ترك بخاطر المجروح عني إذا غبت سوان قلال عني طنعش بركاني ولعب العصاية الله 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 علي قبل ما كفي هيدي القنبلة النووية اللي حتملي الدنيا فرح معك إن شاء الله بتضلي بخير ما بدي أنسى اللي موجودين معنا الليلة وبدي رحب بالفرقة الموسيقية مع المايسترو إليل علي وأكيد فرقتك كمان الموجودة وبالمعلم وجيه وجواهر ومريم وعاطف وأكيد الشيف سلهب شو محضر الوليمة لأبو جميل اليوم؟ على العافية أبو جميل على العافية يا حبيب شرفتنا وأنس يطول عمرك يطول عمرك الله يعافيه انا بدي اقول له شو محضر له بموال اوف 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 عم بضارب علينا يا عم وينك تعال عندي تعال عندي خد هيدا الماء اطلعوا له وحده هيك على حب الخليل بس حش نعم قول اهلا وسهلا فيك ابو جميل حياك الله انا بدي استعير اللحم منك اليوم قول هاي الدخله تبعك ترى ترى عمال هلا تزق ليكو ليكو الطبقه انتبهوا على الطبقه لا ايوه برافو الليلي عامل محاشي ومن دياتي رح عشيك وعالجديد احلى شاشه وحينورنا عالي يلا 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 اني لطلع عسلحب منطقة عنا اسمها سلحب هي منطقة
أني لطلع عسى الحب أخذ ولفي وأهرب. الليل بدو يعشينا هيدا الشيف ابن صلحة. مشاهدينا كله وليد اللحظة، يعني هلأ هلأ عم يطلع كل شيء مع علوش الفنان. يعني طبعا كل حدا باختصاصه صح، وكل مطرب له لونه وله محله. بدأ تركيز له محله بلونه. يعني لوننا لحنا مفروض يكون عندنا البديهة يطول عمرك يطول عمرك. هاي جواهر الله يسلم إيديك. لك القهوة العربية. الله يحفظك ولك الله يحفظ لي إياك ويطول عمرك إن شاء الله بيعيش والإيدين. شكرا شكرا. بلوننا بلوني أنا، يعني هذا اللون اللي أنا بغني، المفروض المطرب يكون عنده باع بهذا الموضوع. المطرب وقت بغني بيت عتابة يكون له وقع، يكون له خصوصي، يكون له ركن. أحد الشعراء ماتت زوجته وهو كبير عشيري وكبير قوم، فعزت عليه الدنيا بده يبكي، فقال أنا رح ضل لا تروح العالم تفل، بطلع أنا لحالي. طلع عبيته بيت قديم في عنده شباك، فقعد هيك عم بالليل بعد الساعة 12 وحدة، قام هو عم يبكي شافوا القمر، قالوا يا لطيف القمر يشوفني عم ببكي، فبده يحكي له للقمر القصة، بده يقول له أنا يا حبيبي يا قمر أنا ما ببكي عبسا، أنا عم ببكي لأنه صابتني مصيبة. قال له قمر يا الوقف نورك عاش باكي لا تشمت باللي عمره عاش باكي. أوه. قال له لفحوت المنية عاش باكي خطف لي صيدتي وقوطر وغاب. بتغني لي إياها؟ بتغني لها الموال؟ قول يا بدها معه معه. قمر قمر يا الوقف نورك عاش باكي لا تشمت باللي عمره عاش. قمر يا قمر يا قمر يا قمر قمر يا قمر قمر يا الوقف نورك عاش باكي لا تشمت باللي عمره عاش. باكي باكي لا تشمت باللي عمره عاش. باكي لفحوت المنية لفحوت المنية عاش باكي ولا خطف لي صيدتي وقطر وغيي. يلا بيات السين ولك هاتي عتابة نسلي بعضنا، هاتي عتابة يشبع عتبنا. لك عتب لبنان ما يشبع عتبنا مثلكم ما عمر مرة عتبنا، وإذا بتشرف وبتخضع عتبنا الديار تقول أهلا بالإحباب. علي بس بدي أسأل المايسترو إليل عليا سؤال. مايسترو اليوم في نجوم كتار بحبوا يوصلوا لقلب الناس وبيعملوا مجهود كتير كبير ليعلموا بذهن الناس، اليوم بدي بس رأيك بالنجم علي الديك. هذا رأي شخصي يعني رح أقوله هلأ.
يعني في ميزتين عند الفنان علي الديك. اول شيء علي الديك له فضل بنقل اللون السواحلي للوطن العربي، وهو لون موجود من زمان، له حيثياته، له تقنياته، ان كان عزفا بالسولويات تبعه بالتشيل، منقول عم بيشيل يعني السولو السواحلي. صوت علي الديك كتير بيلبق مع هيدا اللون، وهيدا انا برايي كانه مخيط لإله، هيدا سبب اساسي لحتى وصلنا هيدا اللون، لانه كتير يمكن غيره قدروا بل غنوا هيدا اللون بس ولكن ما وصلنا الا من خلاله باول مرحله، لا حتى اجوا بعد الشباب. حتى البيات عنده بيغنيه غير البيات اللي عاده صوت الرجل بيقوله، هيدا بيساعد ليوصلنا هاللون السواحلي يلي دايما في شجن، في الموال، في اذا بدك هالحب العذري، حتى ان كان بالكلام او كان باللحن تبعه. لك الله يطول لي عمرك يا حبيب القلب. الله يديمك. انا بتشكرك اول شغله. اهلا وسهلا فيك استاذ الي، يعني مايسترو كبير طبعا، وقام كبير بالفن. صح. القائد لحتى يكون قائد بده يكون متحكم بكل تفاصيل عمله، فاليوم هيك قامة فنية كبيرة توصف الحدث بما فيه، فكل الاحترام. الله يديمك. الله كل التقدير. أنا بضم صوتي لصوته بس ما عم بحكي مثله بتقنية طبعا، وبهيد الحرفية اللي عم بيحكي عنها بصوتك، بس أنا كمان واحدة من الناس اللي وصلها هيدا اللون وحبته لأنه أنت قدمت علوش. نعم. بدنا نختم آخر دقايق من 2021 إن شاء الله وعليك معك خير، معك بأحلى أغاني برفقة فرقة المجد اللي بعلبك. الله يطول. يلا حيهم، يلا حيهم المجد. ساعتك بيشيلو بتنسين الدنيا كل ما عيونك طالو، شو هالحالة كلو غمزاتك بيشيلو بتنسين الدنيا كل ما عيونك طالو، لك شو هالحالة كلو غمزاتك بيشيلو بتنسين الدنيا وكل ما عيونك طالو، شو هالحالة كلو غمزاتك بيشلو بتنسيني الدنيا كل ما عيونك طالو، لك مانت قصة صغيرة انت حكاية كبيرة، مانت قصة صغيرة انت حكاية كبيرة، بيلبق لك تصيري ورد العمر وفيل، شو هالحالة كلو غمزاتك بيشلو بتنسيني الدنيا كل ما شيها قلبي بيمشي عليها، عالصحراء لو ريحتي جني بتقيله، اللي بتمشيها قلبي بيمشي عليها، عالصحراء لو ريحتي
جني بتسويها دروب اللي بتمشيها وقلب بيمشي عليها عالصحراء لو ريحتي جني بتسويها دروب اللي بتمشيها قلب بيمشي عليها عالصحراء لو ريحتي جني بتسويها ما نقصة صغيرة عندي حكاية كبيرة ورد العمر وخيله الحالة كله في غمزاتك بيشله بتنسين الدنيا كل عيونك ضاله الله الله علي الدين عشانه الله عشانه يا دلالة منهل تلعتي منها ايوه بالريم
بتفصلنا عن سنة جديدة، سنة 2022. خلينا نكب ورا ظهرنا ال 21 وكل شيء قطع فيها من صعوبات. ومين أحلى من علوش أبو جميل علي الديك ليستقبل معنا أحلى سنة إن شاء الله تكون سنتنا جديدة يا حبيبي. عدوا معي. نعم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسلك. سعادة ينعاد عليكم بسنة 22 بالصحة والسعادة والفرح والنجاح والتألق. يلا على شغلنا. يلا يلا على الشغل. عاد عليكم جميعا سنة 2022. أوه. مع علي ديك بيدقوا المهابيش. علوش ينعاد عليك يا رب بالصحة والعافية وعلى الجميع. الله يطول وما عمرك. وما في أحلى نبلش السنة جديدة مع صوتك وأغانيك. الله يحفظك ويطول عمرك. وفرقة المجلب على البكية اللي حتطبق على أغانيك والراقصة نغم. وقولوا إن شاء الله. حياك الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله كل عام. كل عام وأنتم بخير جميعاً. كل عام وأنت بخير. كل عام ومشاهديننا بخير. إن شاء الله يا رب هاي السنة بتكون على ذوقكم وكل شيء بتتمنوه تنالوه بإذن الله سبحانه وتعالى. يا رب تكون سنة خير على الجميع إن شاء الله. يا رب ما بتشوفوا لا حزن ولا بتشوفوا شيء بالدنيا غير الفرح والسعادة، وكل ما تتمنوه يتحقق بإذن الله. آمين. وشدوا الأحزمة يا شباب. شدوا الأحزمة. لولا لك الزمان الحاج لندق المواي كرمالك لعمل ماطو وانطر باب البناية حتى شوفك وعينك عطل عهوة تعداية كرمالك لعمل ماطو وانطر باب البناية حتى شوفك هز يا وي يلا 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 قلبي مسرور ترفضني بحبك بالزور ولو قالوا حبت ناطور ما بتعانيني الحكاية لما بتروحي عالسور قلبي بيصفي مخنوق بيفبح قلبي وبيروح وقت اللي بشوفك جاية كرمالك
حطوب ام نعرف جناد السنه ما بيطلع
البيوت تحت الرمان الله كنا نملي غرنان البيوت تحت الرمان كنا نملي غرنان نلعب لعب الطميمي ونتبي وسع العميان البيوت تحت الرمان كنا نمليها غناني نلعب لعب الطميمي فوسهن على عمياني ونتشالف كم شات التلج ونرجع نعمل منابر مثل حجال تكرش كرش كرش نكرش دلل يلبسنا يا لطيف ألطف يا لطيف يا لطيف ألطف ولك علقة بسامة مشلوش وشعرك منكوش وشوك الديس بديادي معلم من مرش العرب كنت تفطر عوش العوش مشلوش وشعرك منكوش شوك الديس بديادي معلم من مرش العرب حفياني وبالي هالدور نطلع تنحوش خرنو دوس شواك دوس حطوب ما بنعرف كنادسنا ما بيطلع لك واحسنا هدينا هدينا واحسنا هدينا المهرة بدرسنا هدينا هدينا واحسنا هدينا المهرة بدرسنا والسيل في أبو السيلة عيني الصبية لا تشمتوا بالغالي انتو يا عيني والسلوف يا ابو السلوف عيني يا عيني لا تشمت الخطيبه وتندم عليا لا روحي لعنديكم قبل العشاء بنيت فين ولقيتكم نايمين وسرجيكم مطفين مدت ايدي عالحبق لك طيفانا قطفين صحيت بنت لكم يما حرب والسلوك يا ابو السلوك سلفا يا عيني لا تكسير بخاطري وتندم عليا تخبز على الصاجي تخبز على الصاجي ومدك ديقة عخدودة خرفان ونعاجي بالبيضة فيا طابع والسمرة غناجي والشغرة تشيل الحيمة لو كانت مربعة والسلوك يا بوسي
السما والطاب القدام قدام شوفها بسما والطاب القدام شوفها بسما والطاب القدام شوفها بسما والطاب القدام كلي نعمامه وشايلي مع بنات البيكر شوفها بعكر مع بنات البيكر واللي بيسكر ما بيعد اقداحي عالواح يما الواح يما الواح العشق مضلح والهوى دبا الفلاح في قل اشتغل لا تموت اسمع السير اسمع يا طيب يا مو يا يا مو بدل بيروت الفلاح في قل اشتغل لا تموت ما بتقلي عالبيت لا تفوتي ما بتقلي عالبيت لا تفوتي ويا بيقلي يا الله منه ولا يا حبيشي ايوه يا حبيشي ايوه من هل لكو لكو السلهم يا بردة يا بردة يا بردة جبل لا تحوش
كوسا تحير حبيبة وين بدو يبوس يلا طيب نزلت عجبل لا تحوش كوسا تحير حبيبة وين بدو يبوس يلا يلا وين بس براس بيوقع دبوسا وين بس مخدة بيتغير يا شب راكب عالبيسكلاتي وقف لحكي لك قصة حياتي يلا اعطيني محرمتك نشفت معادي ريحة محرمتك زهر الليمون زي زافوني ع نهر العاصم يا زي زافوني وجعت راسي يا زي زافوني شو قلبي قاسي يا زي زافوني شو قلبي قاسي شو قاسي قلبك يا زي زافا يلا 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 يا بردة يدي أبو وردانا شكلنا لك يا دادا زعلانا يا ويلي من جرحي والامي طول الليل وعيوني بكيانا ضربني بخنجر وشامي نصوابه زقزق للعظام يا ويلي يا بردة عين يا ابو وردانا شقنا لي يا حبيبة زعلانا يا حبيبة زعلانا يا حبيبة زعلانا يا حبيبة زعلانا الله يا زين الله I'm
هلا رقصتك هي هون هلا اجاك الموت إليا يا إليا نخول دعي دعي عن عمك دعي دعي على الفي اسمعوا اسمعوا دعي على الفي دعي على الفي يا خيتي دعي لا كيف بدك ترقصها اتفرج يا صغير كبرتي وعلى القلب حفرتي اسمك وبنظرة جبتي آخرتي يا صغير كبرتي على القلب حفرتي اسمك وبنظرة جبتي آخرتي هالقلب سكنتي وما خليتي فيه غيرك صبايا وبابا سكرتي Oh,
هيدي الأجواء الولعانة وهيدي القعدة معك اللي بتسوى الدنيا كلها يا الله يطول عمري بهيك ليلة مثل ليلة رأس السنة. الحديث هلأ حيبلش معك عن طفولتك، عن العائلة بين الشام واللاذقية وبيروت. خبرني شوي عن هيدي النقلة النوعية اللي أنت عملتها بحياتك. يعني لكي أنا طفولتي كل شيء في بالحياة لازم يعمله الطفل عملته، من شقاوي، من هضامي، من لعب، من مشاكل، من 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 من. أنا برأيي اليوم هذا الطفل، يعني مع احترامي لكل الآباء، يعني هذا الطفل عم يجي، لو صار عندنا يعني ما تفكري يعني أولاد إخواتي هيك صار. يعني أنت مع أنه كنت تساعد بيك بالشغل، بس كنت عايش طفولتك بذات الوقت. شو لك؟ لك أحلى طفولة بالعالم، هي أجمل لك، أجمل مرحلة بحياة البني آدم هي الطفولة. كيف بس أنك تعيشها؟ ما اليوم مثلا والله بيجي الطفل بيقول له بابا خدني على دبي مثلا، خدني على ألمانيا، بيقوم بياخده على ألمانيا، شو استفاد؟ يعني شو شاف هالطفل؟ شو قضى؟ قل لي شو لحتى يتعلم، بس يكبر إذا شاف الشيء يكون له قيمة، إذا فرح يكون الفرحة له قيمة. هلا ما عنده شيء له قيمة، يعني بعد زمن بدك تشوفي اللي بيشتغل على زغر بيطلع زقرت على كبر. ليكي بدك تشتغل وبدك تتشاقى وبدك تتمشكل شق الأرض وتطلع منها. برافو عليكي. ليكي دي الله يرحم روحه، نحن يعني عندنا محل إلنا، يعني ما تفكري يعني ما عند العالم. أنا لا، مع بيك عم تشتغل مش عند حدا، بمحل بي طبعا. فنحن تعطل المدرسة، بس كبرت شوي يعني صار عمري ب 12-13 سنة، إيه ما فينك تضل بقى بالحارة، ما فينك تضل تلعب هيك، يعني إنه انزل مع أبوك على المحل. فأنا بي عنده محل، كان يعني بتذكر محلنا مطعمنا باللاذقية القديم، كان في لوج هيك، ويمكن كل شيء بيعرفه والدي وبيعرفه اللاذقي بيعرفه عم بحكي صح. فكان عندنا هذا المحل فوق في 4 طاولات، طاولة 2-3-4، 4 طاولات. بس كان أبيع محل يمكن بكل اللاذقي، أبيع حدا بالدنيا. في كتير هيك محلات تبقى صغيرة بس رزقتها كبيرة. رزقته كبيرة وعشنا بعز وبنعم. ولك حياك الله إلهي. شو حضر له؟ يا سلام. مرات هو هلا مبلش بالحلو قبل العشاء؟ هلا النمورة غير شكل. يا عيني عليك. في ما عندنا نمورة. ذكريات الطفولة. يا لطيف، بتعرف شو ذكرني؟ اه. ليك خبرني شو ذكرني. خليلك اياها. الله يطول عمرك. تخبرنا بنرجع بنضوقك. والله بدك إذا في واحد معه كاميرا بس قرب علي تعال هاي راح أقرب لك علي خو. بشرفك اخلع زوم من عندها. اخلع روح. لك روح. لك روح. أنا متأكد إنه شط طريالتكن يا شباب. هاي النمورة كان عنا حدا بالحي بشارع الجمهورية يبيع نمورة، يقول نمورة طيبة. هيك كانت راس السنة، بتذكر مثل مرة هالأيام. كنت أنا وأمي وما بعرف إذا لسه ما كان جاي حسن وحسين يعني، أو كانوا جايين وعمرهم سنتين بالثمانينات، يعني عم بحكيكي بال81-82-83 يعني بهالسنين. فكان عيد كانت عندي اختي ريم الكبيره بتحب تعمل عسميتي حلو، يعني ايه بتحب تعمل حلو، بتعمل الجاتو، بتعمل النموره. فكان عيد راس السنه مثلا الساعه شي 9-10، وين بدنا نروح يعني؟ ما قاعد بالبيت ما فيك ما فيك تروح، لانه ما ليش قلت لك ليش الواحد لازم يقضي طفوله؟ اليوم الطفل بيكون عمره 7 سنين بياخذوا بيه وبيسهروا بكان شو ما فهمت شو الطفولة؟ ما خلصت القصة. فبينما تكون أمك عاملت لك أو أختك وريحة صينيت نمورة وقالب جاتو وعملت لك هالجيلي وحطين هالفواكه وهالبزورات، هيك قاعدين بالبيت بنعم قلت لك، بس ما في سهرة برا وجوا. طبعا جابوا لك الجيلي، جيبوا لك الجيلي، جيبوا لك الجيلي. هاتي هاتي فرمي هاتي. بدنا نرجع ايام الطفوله اليوم. اليوم معنا علوش الزغطور الطفل. الكيك الادين يا عيني. انا الكيك ان شاء الله الله بيطول لي عمرك. هلا بدي اضرب اضربه. ها صوي تفضل. ها وانا راح اخذ واحده معك. يلا فيا حبيبه القلب تكون عامل الكيك. طبعا انا هذا الكيك اليوم تبع اليوم، هذا الكيك شوكولا تفنيصه. هيدا هيدا منه كيك. انا ما فيني اكله، انا هذا كذبي يعني صار شوكولا وصار كريمه وصار هيدا الكيك.
يا عيني عليك، بس خربينه بالمزينينه من تحت. هيدا كان عيد راس السنه. اوه هيك كان جمعة بالبيت وريحه الحلو وريحه الجاتو وريحه البكن. بتذكر ها انه فينيل وبكن باودر وتحطه بهذا الالمنيوم ومن جوا مبخوش هيك بنصه ونشوفه نفخ ما نفخ نفش وطيب لا قيمه طلعنا على الغاز بين ما بين. هي احلى ايام عمري، احلى ايام واحلى تاريخ. ليك وقت اللي اشتغلت مع بي بدكانة بي باللحمه ما عم اقول لك كانت اجمل ايام. اطلع يكون عندنا حد يعني انا كانت بي محل بي امسح الطاولة، هيدا عز انك تشتغل مع بيك، حط للزباين ليشربوا مي، يعني انا اشوي على اللحمة يقلب هالمنقأ مع بيي، هي اجمل عز. بضيعتي نطلع على الضيعة مثلا بنطلع نعيد. لكي قضيت احلى طفولي بالعالم بكل شيء بتحرق. لكي كل شيء صار معي بطفولتي حلو، وكل شيء صار معي لليوم حلو، ما في شيء بحياتي. لك انت الحلو، لك الله يحليك يا شباب. والحلو بده حلو، بس ما تاكل كتير حلو لانه حلو على حلو بدبق. ليك النمره والله لازم اضرب النوع. إيه لا ليك لانه كمان بعد في حلا كتير محضرت لك اياه بهيدي الحلقه. شوكي عيني ربك ما احلى. في شم فستق حلبي اذا بدك تشوف. علوش شو بدي؟ لا هي الفقيره البلا فستق حلبي. هيدي الفقيره البلا فستق. تعي اضربي لك بتحب بحيطة. المستضعفين. اجيب لك شقفه صغيره. ليك اضربي وحده، ليك بدي شهيكه. ضرب ولك ضرب. لك الله يخلي لنا شعب بعلبك. شو؟ يلا شعب بعلبك المضياف، شعب بعلبك الأبي الأبي. الله ريحة. هلا بدأت أحلى السهرة معنا زيادة أكثر ما هي كتير حلوة بعد بمفاجأة لناس عزيزين كتير على قلبك. لسه كمان؟ وناس ضو الشاشة معك كتير أيام وكتير حلقات وناس انت بتحبهم وكمان الناس اشتقت لهم وكثير بتحبهم. اهلا وسهلا بام الياس وابو جوزيف. يا هلا وسام. وين وسام يجي معهم؟ يا هلا بالغوالي. يا هلا يا عم اشتقنا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. يا الله يا الله. اضرب النموره اضرب النموره اضرب النموره اضرب. ينعاد عليك يا حبيبة القلب ابو جوزيف. البركه كلها حبيبي يا عز حبيبي. بوس راسك. لك الله يطول عمرك. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. لك يا اهلا وسهلا بحبيبتي اهلا بام الياس. حاضر. صوت الحلو. لك الله يطول لي عمرك. ولك يا ميت اهلا. ولك يا ميت اهلا. صوت الحلو شكل الحلو جما اجمله سبحان الله الكب مكونه. اما انا حب اثنين، صوت الحلو الرنان والشكل الحلو. بليلة العيد جبنا لك الأحلى. لك أهلا لك إجوا الأصلي. إيه طبعا هلق الأصلي بتوعزونا. أكيد الأصلي وأنت الأصلي. وأنت الأصلي وأنت حبيبة قلبي. أنت حبيب الروح. بس هون وهون عملوا هزي بالعالم. أما الياس أبو جوزيف هزوا الكرة الأرضية. شو بدك تقلن يا علوش؟ والله ما في شيء إلا بدي قلن. كل كلمة حلوة. الله يطول بعمرهم والله يخليهم بصحتهم. وإن شاء الله قريبا في شيء كبير بتكونوا معي باذن الله. باذن الله باذن الله. لك الاهل يا علوش بدك تضارب علي. يلا اعطونا سي يلا بدنا نعمل لك غنيه نغني لك. غني لي تغني لك احلى حكايه بحكي. اهلا وسهلا بلا قيد. لك غني لي تغني
احلى حكاية بحكي بالاصلي ولا اهلا بالاصلي الله 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 الله. عشرة عمر كبيرة ورحلة كبيرة. يوم اللي عملت البرنامج تبعي 100 مرة جبت 100 100 مرة جابوا لي، قلت لهم بدي وحدة تحكي وبدي وحدة تغني وبدي وحدة تكون شكلها قريب للقلب طيبة. شفتها قلت لهم هاي 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 هاي, هاي. أبو جوزيف الله يطول لي بعمره، ليك العالم اتحكت بأخلاقه من دون ما تحكي وحضور مبين طاقتهم إيجابية وحلوة. تعرف الشوري خلينا نسمع أم الناس بتحب الغناء. يا ريم ما في زيك الفن بيرضي بيحييك، يا ريم ما في زيك الفن بيرضي بيحييك، بدي هني لك امك ومفروض نهني بيك اسم الله عليك عندك ضلي ضلي تبيك لك يا علوش اسم الله عليك عندك ضلي ضلي تبيك لك آخ آخ ليلي جاي ام الياس من حيث مشتاق ليك الليلي جاي ام الياس حيث مشتاق لي يا أحبابي يا أحبابي بقلبي بس تحلو كأن الكون كله بس تحلو حلو صايد من بعيد الكحلتان على عيد جينا تاني عايد بعضينا على عيد جينا تاني عايد بعضينا. حبيبي جوزيف طمني عن صحتك. والله صحيا وعقليا منيح بس مرقت بمراحل الله خلصني لان صحتي منيحه بقاش. يا الف الحمد لله. عايش مبسوط عائلتي مترابطه عفيك بناتي كل احد بيروحوا بنقعد بناكل بنشرب اولاد ابني عندي بالبيت مرتاح نفسيا مرتاح كتر خير ولا الله نفسيا الحمد لله مرتاح وانت مرتاح. الحمد لله بس نشفي ضعفان نتفي ضعفان والشكل. لا انا قيل مثل ما قال لي الحكيم قرابتي بهالعمر كل قبل ما تجوع وما تشبع انه اذا كنت مكرش بتطلع فيا انا ضعفاني بيقول لي لا ايه. لا ضعفاني انا جسمك ما بجنن قمر ايه. قمر مصوى قمر 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 صار لي عم بشكي قلبي شهر وشهرين وكل ما عديت الطلب بيزيد الدين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف اسمع اسمع قلتلك قلبي بعلبي يا نور العين وانت ما قبلتي قلبي غير على السكين
سلامة قلبك وروحك وعيونك. الله يطول لي عمركم يا رب. تقوم اعمل لك منقول. يلا ويطول بعمركم يا رب. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، وينعاد عليكم يا رب بالصحة والعافية. بدي يدوق السجاد ان شاء الله يا رب. الله يسعفكم ويسعف قدام اللي بهالهمة. والله نشوفك بخير. الله لا يحرمني اياك، والله جعلك بخير يا رب. ويخلي لي هالصحة الغالية. علوش انا انبسطت كثير الليلة يا حياة الله بحس شفتك وانبسطت انا. باي يا عمري. هلا رح اعطيك منقول شي طيب. باي يا عمري. ساعدك مرة. باي. الله يكون معكم. مع السلامة يا عمي بجزيف. الله ييسر. مع السلامة. الله يكون معك. لك الحبيب العايش عنها أنا بعيد، إن أتاني العيد ما بشعر أنا بعيد. كل ما تمرق قبالي أنا بعد خطاك، وبكل خطوة القلب دار. قلك وحدة قولي. قال يا طبيب داوي الجرح سكنه حبيب الروح جوا القلب سكنه. حبيب القلب جوا القلب سكنوه، ضم الحاء وحرف الباء سكنوه، تلاقي علتي ويش السبب. شو بإيدي إذا الخلان خل، شو بإيدي إذا الخلان خل، بعد ما تعاهدوا بالعهد خلوا. أماني لتحفروا للقبر خلوا، طاقة قد عيني للحباية. دخيلك يا عشير الروح برهان، علي بهجر سقوني كاس برهاية. دخيلك يا عشير الروح برهان، علي بهجر سقوني كاس مرغم. قضيت العمر جرح دهان مرهم، لا شف يتعلتي ولا جرح طايق. الله يا زين. ابو امين صغيب الله يرحمه قال نعم نعم نعم. وسط الباب فات الطير من طاق، وسط الباب فات الطير من طاق، برسالة وصار يسحب طاق من طاق. قلت له انطقها إن كنت من طاق، وإذا أبكى مسمح لي بالكتاي. يا ويلاه يا ويلاه يا ويلاه. الله يا زين. ليك ولك ليك وعينه لباينة، حبينا وتنسينا ما زبر بداينة. ليك ولك ليك وعينه لباينة، حبينا وتنسينا ما زبر بداينة. لك ليك ولك ليك وعينه لباينة، حبينا وتنسينا وما زبر بداينة. ليك ولك ليك وعينه لباينة، حبينا وتنسينا يا لطيف. الشيء يلا
عموشي ولا تنسي علوشي ليك وما تنسي علوشي كليك اوعد فوشي ولا تنسي علوشي كليك اوعد فوشي لا تنسي علوشي امبارح بالرعوش ورعينا شتايا باي ليك ولا تلين وعينه لبين حلفينا وتنسينا يلا يا شباب بعقلاتي وعين الله علي انتو جمالك شو عملتو فيي شهدي الله منك ومن سحري تعبوا عيني تعبوا عيني كنت بعقلاتي وعين الله علي انتو جمالك شو عملتو فيي شهدي الله منكم بنسي وحيد مع بعض عمي وعيناي
نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني بالدنيا واحد زاد حلوين عيونك حلوين من نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني بالدنيا واحد زاد عيوني بس ضل جنبي الحمد لله الله وفقني فيك شكرا يا ربي شكرا يا ربي ميت من حبي معمي عقلي بعطيك عيوني بس ضل جنبي الحمد لله الله وفقني فيك شكراً يا ربي شكراً يا ربي حلوين عيونك حلوين من نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني بالدنيا واحد زادو حلوين عيونك حلوين من نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني يلا سوا سوا الله الله بعرف قبلك شو هي حبك حسسني بالمسؤولية ما كنت بشوفك لو ما تكون امي رضيان علي رضيان علي الدنيا ما بعرف قبلك شو هي حبك حسسني بالمسؤولية ما كنت بشوفك لو ما تكون امي رضيان علي رضيان علي حلوين عيونك حلوين من نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني بالدنيا واحد زادو حلوين عيونك حلوين من نظرة قلبي صادو لما شفتك المجاني
بدي بس انتقل معك هلا لهيدي السلة اللي قدامك اللي هي فيها حجار وانكتب عليها أفكار. نعم. منهم انت عشتهم ومنهم بتقول يا ريت ما صار. نقي واختار الموضوع اللي بتنقيه بدنا نحكي عنه أو نغني عنه اللي بدك إياه. يلا شلنا وحدة. الكرامة. أوه. كلمة الكرامة بحد ذاتها هي قصيدة لا تنتهي، وهي شعر كبير، وهي إنسان، وهي بطل، وهي شريف، وهي كلمة تحمل كلمة الرجولة من معنى، فتوجد بالكرامة. صح. كرامة البني آدم. البني آدم فينا يا بيعيش بكرامته كل حياته يا بلاها الدنيا، ما مشان بلاها ولا ما ضروري. أنت ما تخابط ولا تقاتل. أنا ما عم بحكي أنا ما عم بحكي من باب، بس إما فيك أمور كرامتك كبيرة عليك على مهلك، بس اوعى كل شيء مزاحفة، كل شيء بالدنيا إلا لا تقرب على كرامتي. كرامتي شوي أكبر منك، يعني مين ما كان يكون كرامتي. صح بيقولوا إنه كرامة الإنسان عند رب العالمين مهمة جدا، يعني هي حتى أهم من كرامة البيت المقدس عند رب العالمين بسبعين مرة. يا عيني عليك، كرامة البني آدم لازم تكون عزيزة عليه. كرامة الإنسان لك بتعرفي بيعتزوا أهلك فيك، بيعتزوا أصدقائك. مهم أنت تعتز بحالك. صح. أنا وقت بدي يكون عندي كرامي، أنا بدي أمشي يا أرض اشتدي ما حد يقدي، وبس راحت كرامتي خليه يموت الواحد أحسن له، يعني يموت إذا كان في كرامي. إذا ما في كرامي بيعيش وما بتفرق معه. صح صح. كفل حجرة تانية. لكن الاعتذار، تعتذر إذا غلطت من حدا ولا صعب عليك؟ اعتذار؟ يا لطيف، ما في أجمل من إنك تعتذر من 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 وقت بتكون غلطان. تكمل هذه الرجولة أو هذه الأنوثة. صح. باعتذارك. رحم الله امرئ عرف قدره ووقف عنده. فاليوم إذا أنت يعني ريم، يعني أنا عم بوجه الكلام لك بس يعني للناس، الحكي إليك يا كني اسمعي يا جارة. يا جارة اسمعوا يا عالم. يعني مهما كانت الصبية اليوم، أنا بحس إنه بتشوفها كبيرة هي إنه تعتذر، أو الشاب بشوفها كبيرة يعتذر. أنا بعتذر من طفل عمره 4 سنين، بعتذر من أقل، يعني استغفر الله إحنا أقل الناس، ولكن بعتذر من أي حدا بمقاييس المجتمع اللي الناس بتعتبره أقل مكانة منك. أنا هذه ما بتعني الناس، هي هيك بتصنف. بس أنا الاعتذار بحسه مثل الفريضة على البني آدم. بدي منك بعد بس حجرة وحدة. الصداقة. أوه أي أنا كيفك أنت والصداقة خاصة هنا بالفعل. هنا يكتمل المثل الذي قال رب أخ لم تلده أمك، وهذا هو الأخ الصديق، هذا هو المثل. أوكي. الصديق هو الأخ اللي ما بتولده أمك عنده، يعني صدق رب أخ لم تلده. نعم. أمك. نعم نعم. يعني لك كتير هذا الموضوع، واضح من تعابير وجهك وأنا بدي فاجئك بهذا الموضوع. عندي أصدقاء من وقت اللي كان عمري 6 سنين لهلا أنا وياهم، كان عمرنا 6 سنين. بعدك أنت وياهم يا لطيف. لك أوه. ابن عصر. ها هاي جبت لك إياهم لأصدقائك، تفضل. يا أهلا يا أهلا يا نور. وهاي لك أهلا معليش. تفضلوا أهلا تفضلوا يا شباب. أهلا وسهلا فيكم. شو هالشباب الحلوين، شوفي علي عطوي وعلي حيدر شابين مثل القمر. هاني حيدر وعلي عطوي شابين مثل القمر. أصدقائك مش من أيام الطفولة، بس هو الأصدقاء أنت اكتسبتهم وربحتهم من وقت ما سكنت ببلدك الثاني لبنان، إذا فينا نقول. هلأ واحد منهم بس، التالي لا، أنا كسبه قبل، كان يخلع نومي عندي رولاتي عشان. هاني أنا الأستاذ علي تربطني فيه صداقة من 2008، 13 سنة. واو. يعني طبعا. معه مع أهله أهلي وإخواته، يعني علاقة طيبة وفي محبة ومودة. علي عطوي ما بتعرفي قديش صديق. شوفي قديش بتكمل. هاني
ما بتعرفي قديش صديق وقديش محبين وقديش مخلصين قديش يعني بيتمنوا الخير مبين من وصفك لألهم. لك قد بيتمنوا لك الخير يعني قديش بيفرحوا هلا بس انت عم بتسايرهم بالحكي لما يقولوا شيء عنك هيك بتبعهم اللي بيقولوا اعتبرين باتهم عدلت الحكي إليك يا يا كني لا تسمع يا جار هاني شو اللي خلى الصداقة تكبر وتنمى مع علي؟ يعني هيك إذا أو أنتوا اتنيناتكم إذا بدكم توصفوا لي علي أو ليش هالقد الصداقة كبرت وضلت وصار هيدي السنين والعشرة بيناتكم كيف توصفوا لي علي الصديق مش علي الفنان اللي بتعرفه الناس يعني الأشياء اللي الناس ما بتعرفها عنه بعد علي لك هالنهد اللي قاله إنسان حب وصديق وفي وصديق وصديق يعني بس جدع بس جدع يعني رجال بكل معنى الكلمة سند ورجال ومحب وبحب الفقير وبيساعد الله وبحب الشغلة الدروشي يعني مثلا ما بحب انه شوفوني يعني تلاقيه مثلا ماشي انا وياه بالرانج شايف حدا مثلا عنده بسطة بينزل عمل كباية شاي بدنا نشرب بدنا هيك بحب الاشياء البسيطة بس وقت اللي هو لازم يكون بمحل يعني فيداد بيكون فيداد بس هو طبعاً. بحب هالأمور لأنه هني ببيتهم بيت طيبي وبيت خير تحكي بي أصلا المرحوم هيدا الشيء اللي صار من النوادر بأيام المرحوم بيو الله يرحم روحه هلأ روحه طلبة الرحمة روحه بالسماء أكيد هني بالبيت يعني في مثلا النجم حسين الديك بنوجه له التحية هلأ عبر شاشتكم اي شيء والنجم عمار ديك نجوم كلهم ما شاء الله فاي شيء بده يعملوه بدهم يستشيروه للاستاذ علي فهو يعني مرجعيه وانا اذا بدي اعمل اي شيء بحياتي بستشيره لانه هو ما بيدلني غير للصح واذا عمل شيء بيفضحني تاخذني صديقه وحياه الله باخذك ضوع عيوني واذا عمل شيء بيفضحني لانه ما بقى في ناس بقى بتحكي الصح للناس يعني هيدا الشيء صار جوهره مفقوده ونادره واحد عن جد يدلك على مصلحتك واحد عن جد يقول لك وين تروح مزبوط وين الله يبعث لكل حدا صديق مثل علي الله يطول عمري لك شغله لك وين الموسيقى يا شباب اللي شغلتين مش شغله جبا لقلك شغله ريم هاني اوقات بيكون عامل شغله ما يعني ما بيكون ما بيقول لي عليا وما بيحكي ما بيخبرني بالموضوع فبيتصل بحسين بيقول له لك انه هذا شو بتقول له يا شو قال له هذا لازم يكون وزير عدل وزير عدل ما فيك تكذب عليه لك قوم بقى هلا علي بدك خلص ما في هيدا الشيء مش يعني موجود يعني حياة المصحف ما بيمرق علي شيء بالعالم واحد بتقول عنه وزير عدل غلط معه يعني في مثل بيقول لك الغلطة الأولى هي الأخيرة هاني بالشغل اسمعي شو عم هاني بالشغل بال بال بالمعاملة معه ما في غلطة الأولى هي الأخيرة خلص ما فيك تعتذر بدي آخذ رأي هلا بس العادل بيعطي فرصة لانه من منكم بلا غلطة فرصة اساسية اي في اغلاط اساسية معك حق جوهرية هيدي ما بتتصلح بالشخص نعم. بس ايامها فوات بتمرق لو واحد عنده طيبة بنمرق له اياها صح؟ اي لك انا مرقت له 500 وحدة احكي لها احكي لي شوي الزير بيعطينا طاقة ايجابية على طول وهو انسان ايجابي كثير الزير قلت زير انت بتسميه زير طبعا هلا هيك زير يعني زير النساء زير يعني وزير عدل ونسوانجي لما بقولي من طفولتي من 25 سنة 27 سنة زير العتابة قالوا زير عاشق عاشق أوكي قال له شيء قال له زير العتابة يعني مخترع الفن الشعبي هو من عنده المدرسة الله يطول عمرك يا علوشتة الصراحة يعني هو اللون الشعبي هو الزير هو العراب تبعه وهو صنعه هو عرابه الله يطول انا بدي احييكم يا شباب مثل عن جد من قلب النهار مثل قلب النهار بيقولوا علي عطوي كمان من اعز الاصدقاء كمان مثل هاني هذول هذول شو اللي بيدخلوا على البيت بتدخلين على بيتك طبعا فكمان علوشي يعني اوقات الساعه 12 بالليل الو
وينكم يعني الزير بتروق وبتغدى وبتعشى الساعة 12 هي الوجبة. أنا بس مرة باليوم وما بيقعد على السفرة إذا ما كنا نحن حده كل يوم يعني سفرة طويلة عريضة. قديش حلو هيدا. هو عن جد هو إنسان كريم وبيستاهل صفة أبو الكرم يعني هو هيك. الله يطول عمرك. هو الزير على الديك علوشتي. يعني إذا عندك سر تعطيه لهالإنسان هيدا. يا حياتي يا أبو علي. لكن أنا لكن علي بدك تضم هلكني يا هاني حيدر بالساعة يا علي أبو جميل هلكني هاني حيدر بالساعة خيل على الساعة بدي يفرجيني إياها خليب سبب اليمين وبيعمل لي هيك خلاص شفناها خلاص اضربوا الكادر علي 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 ديك أبو جميل بدك بغير هالشبان الأصدقاء بدك تضم صديقة بنت شو رأيك والله بعيوني والله أنا عم فتش بالشبر والندر على هيك نوع مش عم بلاقي تشرفي والله والله أنا ليكي أنا مثل ما قلك أنا بعد ليكي أنا لا بفطر ولا بتغدى هذا فطوري وغداي هي تمر وعسل خمس حبات أو ثلاث حبات تمر مع علقة عسل وتفاحة يا سلام ودبس خرنوب مع طحيني للصبح هاو هني كل النهار عم تسمعوا؟ وبالأخير بالليل يعني أنا مني من هالأكيل كتير فبحب آكل شيء يكون يعني ما يكون باكل بحب الخبز الأسمار بس يكون صحي بس أنا بدل ما تاكل رز كل برغل برغل طبعا بدل ما تاكل مثلا جيج مقلي كله مشوي صح بدل ما تضرب لحمة ضرب فصل بعدين وبدل ما تجمع عالم حواليك بلا طعمة نقي أصدقاء صح يكونوا لإلك أوفياء ويكونوا سند أنت سند لإلهم وهن سند لإلك الله يديم الوفاء والمحبة شكراً كثير لإلهم شكراً كثير لإلكم شباب نورتوا القعدة وشوفكم الحلوة يلا طالب خير باي. راجعينكم مشاهدينا بعد البريك والأجواء والعانة أكيد جميل اهلا وسهلا هاي سفرتنا جهزت يا ابو جميل الله يطول عمرك هاي المحاشي نحن عرفنا انك بتحب المحاشي مع كستاليتا قصه كبيره نعم وهيدي برغل حمص برغل حمص لك يا سلام كله انت من حواض البايت برغل حمص لا هلا هلا البرغل حمص ما بيعني له للمايسترو اكيد رح يكفي لا لا بدك تضرب لك معلقه برغل حمص اذا بتموت انا هون لا وهون هون اللي بيعني له للمايسترو هون بتلم سلم دعيتك يا شيخ على هالاكل والريحه مبينه الله يسلم هالايدين بدنا الضوء والله ها ليك بلشنا ليك حط له سكب له لعلي من هاي ما كثير تكتر لي يعني حط له ايوه شافت ايوه يا عيني اخ الله الله يسلمك دقلنا لنشوف تفضل شايف انا ما بدك دق لك شيء بلا دول لنا صحن معروف عملنا حلين بطاطا هيدي بطاطا خضرا مسعد باذنجان كله من حواضر انت بتعرف شو بدك تحط لي شايف يعني هي سفره غنيه من حواضر البيت بس بتضلها سفره لبنانيه غنيه كثير علوش انت اذا مثلا ما عندك حفله كيف بتقدر السنه شو بتعمل بهيك ليله لكن من وقت اللي غنيت ولا مرة قعدت بليلة راس السنة غير بس بسنة الكورونا الحمد لله ايه الحمد لله بس ايه الحمد لله من وقت الحصودة من قبل الحصودة ما شاء الله بال 2001 2000 كانت الحصودة من قبل الحصودة بال 97 ما قعدت ولا سنة بس بيومة الكورونا قعدنا براس السنة ومثلك مثل كل البشر يعني عندنا طبعا كل الدنيا حفلة على فكرة بالبيت. اجتني حفلة خاصة بس انه خلص ما بدي خاصة اول ما اجت الكورونا يعني كنا نخاف كلنا خايفين كنا لك يخاف يعني ما بتعرف شو بصير لانه عم بتشوف العالم فنان وعم بيواجه الجمهور يعني عليه اكيد يعني انا رحت لعند امي على بيتنا ورحت بخاف على امه اكيد يعني رحت لسلم على امي وعامل بي سي ار سلمت على الطريق على حدا كان صار لي 7 شهور 8 شهور ما رايح عم بوس امي حطيت ايدي وبستم ما كنت بوس ايدي حطيت ايدي هيك وبست اي والله يعني معك حق عيني. في شيء هيك اغاني جديده بدك تخبرنا عنها والله اجاني نص بتقلي بضل مخبي اشياء مره سمعني غنيه بالطياره يا عيني عليك كنا راجعين من حفله راس السنه سمعتك وقتك كنا جايين حلوين عيونك حلوين هي عملتك هي قال لي يا لطيف يا لطيف لا غنيه حلوه
طبعا الشاعر شاعر أغنية يا صغيري كبرتي حسام غصن حبيب قلبي، بوجه تحية كمان، وبوجه تحية لرامز خليل، وبوجه تحية لأحمد شهادي، وبوجه تحية لطالب اللي اشتغل معنا وإياد إبراهيم، أو العالم يعني اشتغلوا، وياسر زادي، يعني ناس اشتغلوا معي بالبداية. ما بتنسى الناس اللي بيشتغلوا معك وبيقدموا لك. إن شاء الله ما أكون نسيت حدا، والله يعني هلأ بدي أتذكر إسا يمكن في حدا. ما بدنا ننسى فرقتك اللي بتضل مرافقتك وين ما كنت. ايه لك كان حبيبة قلبي. واليوم كمان رفقتك بالحلقة معنا مع المايسترو قليل علي، بنوجه له نحن الحلقة. نحن ازددنا قوة بوجود هالبطل. اهلا وسهلا فيكم دايما. إلي فنان كبير. الله يديمك. فبعت لي كلام قال بيقول لها قلبي وقف يا ويلي شو هالطل مقابيدة؟ الشمس ما بتطلع بالليل، انت منين طلعتي؟ اوه حلوه حلوه. طبعا يا صغير كبرتي الحاني ها؟ كمان الحاني. وهي هلا عامل وحده الحان خي حسن والحان هيك مشتركين فيها اثنين. هي الثانيه. هيدي الجديده هلا قلبي؟ ايه نسمع قفشه يعني هلا. كيف لك؟ بدي اتمنى لك كل التوفيق بالاغنيه الجديده. الله يسلمك، اضربي فجل. وبكل الحفلات اضربي فجل اللي رح تعملها ان شاء الله. بس ما بدي انسى شغله قبل ما نختم سهرتنا الحلوه والاكثر من رائعه اليوم. في معنا عاطف اللي هو فنان بخيط على الايد، شغل ايد يعني، بيعمل دريم كاتشرز مثل ما انك شايف. محضر لك قطعه لك على اسمك هو، ونحن يعني هو اليوم عملها نحن وبالسهرة عم نغني. عاطف عاطف عراسي عراسي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حبيب قلبي. يا سلام يا سلام. من بعيد مبين. في هدية لك كمان. يا سلام. الاستاذ علي بحب الطبيعي والحكورة، فما عملت له دريم كاتشر عادي، عملنا شجرة الحياة مجزورة واسمك بقلبها على الديك. بنحاس اكيد اسمك بقلبها. سلم دايما سلم ايجابيه صورنا ايامك حلوه. بس يا حبيبي مع الخضار تبع الضيعه والطبيعه وشجره الحياه. بكره اذا 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 هالخضار هذا شو بدنا نسوي فيه اذا يبس يا حبيبي؟ ما بيبس. لا هيدا ما بيبس، هاي المفروض تجيب لك الحظ والاحلام الحلوه تتحقق. الحظ الحمد لله شفته معكم يعني الحمد لله رب العالمين. شو بتتمنى لهالسنه الجديده؟ بتمنى لها الي، بتمنى للعالم. واللي بتمنى للعالم هن انه يعيشوا براحة بال وماشي يشغلهم باله ويكونوا مبسوطين. يا سلام. وان شاء الله بتكون خير عليهم يا رب، تكون هالسنة خير على الجميع. على الجميع. وان شاء الله يا رب كل شيء بيتمنوه بيتحقق. امين. والله سبحانه وتعالى ليك ربنا قريب كثير وسميع وبصير. اطلب من ربك. انا يعني شوفوا نصيحة أخوكم، يعني ما بعرف أنا عفوا يعني، بس إنه بس تعتبر حالك دليل. أنا طلبت كتير وصار كتير معي كل شيء، يعني كل شيء عم بيصير معي. يعني مثال حي علي على إنه لما تطلب من قلبك من قلب طاهر لرب العالمين بكل صدق بيجاوبك وبيأمن لك. يعني الله سبحانه وتعالى دخيل، اسمه سميع بصير قريب غفور رحيم. فطلب طلب شو بتحب منه، بيحبك تطلب. الله ربنا دخيله بيحبنا نطلب. اطلب وسعى وتعب. ليك الطير موجود اكله بكل محل، بس اذا ما طار ما فيني ياكل. بدك تطير يعني، بدك تشتهي، ما بدك تتعب لحتى تلاقي. يعني كيف هيك انا وقاعد مثلا والله بتوصلني اللقمه؟ هذا الحكي غلط طبعا. اي واحد قاعد اعتبر هون نهايته. صح. ولو لله 100%. بس قعدت معناتها انت استسلمت للحياه. وانا انطرت نهايتي. لا تستسلم ولا تنطر نهاية الحياة. الحياة حلوة كتير. نحن الحمد لله عايشين بنعيم بجنة. الحمد لله الحمد لله. ويا رب تكمل معنا وتخلي بياتكم وتخلي أهاليكم وتخلي أمهاتكم وعائلاتكم يا رب، وتكونوا بخير، ويخلي الناس شايف. وأم الريم إن شاء الله بتنجحي قديك 500 مرة. ضربي لك لقمة ولك أم الريم. يلا ضربي يعني بتتفرجي. ضربي لك فجلي. مايسترو شو أمنياتك لل 22 غير أنك تاكل أكل كتير طيب؟ هلا هي ما عدت أمنية، ما عم ناكلها من إيدين شيف سالهب. شو كيف لا؟ هيك بس احكي كلمة منيحة ما بترد. إيه؟ خلص ماشي. بس ما بتسمعني إلا بس هيجمك. بحب الدلع، بحب الغنى. أعوذ بالله.
هيئة يعني شو بدنا نتمنى غير إنه أول شيء دايما يعني صارت الأشياء إذا بدك مكررة، الصحة ثم الصحة ثم خاصة بعد هالسنتين اللي قطعنا فيهم الصحة، أكيد اللي مرق علينا ضروري يكون علم الناس صح. يعني كورونا لازم يكون الناس تعلمت من كورونا شيء. يعني نحن اليوم مرقنا بظروف مش بس لحالنا، كل الكون مرق بهالظرف، ضروري نرجع نطلع منه. أنا بحيي إيجابية أخي علي يعني بهيدا الجو، هالإيجابية اللي دايما نطمح لها لحتى نكمل نتقدم، تتغلب على الخوف هيدا الإيجابية، مش لازم نوقف مثل ما قال، دايما لازم نسعى نتقدم. ورب العالمين يعني دايما بتصور إيشع يعني سامع وإيشع وبيلبي ندى كل شخص. نتمنى الصحة لكل الناس يا رب. نتمنى آمين. السنة اللي جاي هالسنة الجديدة تكون سنة خير على كل الناس، وفعلا تفتح هيك أفاق جديدة عند العالم من الوباء، من المرض، من الصحة، من حتى من الجو الجديد، لأنه بدنا نخلص نحكي إشياء سلبية صح. ما بقى عم نسمع إلا مشاكل صحية، مشاكل اقتصادية. يعني إن شاء الله السنة بتسكر كل هالبرامج وبصير كلها مثل برنامجي. تعرف شو كل الضيوف مثل خينا علي اليوم. آمين. فرح ومغنى وسلطنة وإيجابيات ليك شيف، ضم صوتي لصوت أخي إلي. الله يديمك. الدني قلت لكم سألوني بأول الكورونا، ضليت 5 شهور ما رحت لعند أمي، وبي كان الله يرحمه كان طيب يعني ما رحت لعنده. كان في يوم اي يوم لا انك بتطلع بسيارتك، فانا عندي 2 يعني ارقام 2 مفرد مجوز كل يوم اطلع من بيتي اخذ معي كراسي بحالي، اطلع ساعة، كانت الساعة 7 يقولوا بدها تسكر وما تسكر، عرفت، اطلع من الساعة 3 اخذ معي ترمس قهوة واغراضي لحالي، نزل على الفيسبوك كله منزله على كون بس قاعد. ما في يقول وين مش ما نصير نلحق حط الكرسي وقعد هيك تصفن بها الطبيعة، اشرب لي فنجانين قهوة شي نص ساعة 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 ونص العظمة يا سلام طبيعة هي الدواء فضت لك تنفس طبيعة علاج يا جماعة في علاقة مشتركة بيني وبين الطبيعة ما بعرف ايه صح. بس شوف تعب بيتصلوا فيني من اللاذقية الو مطر، يعني بيعرفوني بدي انبسط انه مطر، سمعوني صوت المطر بقول لهم كيبسي كيف طلع النبع وريحة الأرض بس تشرق علي يا لطيف. فهذا الشيء العيش بيني وبين الطبيعة، العلاقة يعني بيني وبين الخضرة، بيني وبين الشجرة، بيني وبين الصخرة، بين النهر ساقي، هدول كلهم عيشهم أنا بطفولتي، سبحان بالنهر ومتغرق بالساقي وهذا الاكل منكه من الفحم. هو الاكل هذا الاكل هيدا الاكل الفحم شايف يعني انا بطبخ على الفحم، بطبخ بالطبيعه كمان اي فيديوهاته كلها كل بالطبيعه الخشب والسطوح. انا بدي اقول لك شغله مشهور كثير على تيك توك اليوم على اليوم ليه لك مني على تيك توك حلقه هلا اليوم مراقبين هلا بس تروح الكاميرا بدي اسلخ لك اني سلخه أنا بدي أكد على كلامك، على هن عم يقولوا كل واحد يتمنى للسنة. أنا بدي أسألك شو تمنياتك لل 2022؟ كل السنين خير ما في شيء وحدة أحلى من وحدة، طالما أنت واقف والحمد لله وصحتك منيحة وعم تسعى. نحن هلأ هذا الجيل هلأ بهالوقت خاصة نحن هون بلبنان هلأ هذا الجيل عم يحفر من الصخر هذا الجيل صح. لا 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 ليضل واقف ليأكل ليشرب ليربي ليعمل عيلة ليأسر سلم تمك انه كل السنين فيها خير يعني حتى لو بصعوباتها بتعلمنا درس وتقوينا في كثير من الأنانية بكلامك في كثير من التمييز يعني جاي بتعمل لي انه انت عمرك 20 سنة هلا 21 بعد وقعد معنا نحن ختيارية هذا مرفوض حبيبي اذا عم تمرق علينا عم نحكي هلا عن جد على نحن على الجيل وعلى العصر هلا نحن مواكبينه هلا الحياة ان احنا عايشين كهذا الجيل حياة عن جد عم نبني من اللي عم بيقطع عليك قطع على غيرك ايه صح وال مهم الايجابية الواحد زمن يتعلم زمن صح. صح. ليك يتعلم من الدروس اللي بتقطع عليه انا مرة كانوا قاعدين قال لبنان طبعا سوريا كل شيء مرقت بحروب كل شيء مرقت بكذا ما في اجمل منها ما في هي ام الفقير هي صح. ام الدني ولك هي
العاصمة دمشق، ولك هاي البحر اللاذقية، ولك هاي حلب الشهباء، ولك هاي حمص، ولك هاي درعا ولبنان. قلت له انه خلص عيب، انا بزعل من وقت بيحكوا انه البلد تع ثلاثة يقولوا لك انت مريضة بتمرض. صح خدش بك صح، هيدي طاقة سلبية، الدنيا بخير وطالما في رجال ترجع رجال بنرجع بالظبط. روح يا كبير بنرجعها بال2022 ان شاء الله بدنا نرجع كل البلاد العربية والعالم احلى من ما كان، ونحن رح نكون احسن من ما كنا يا رب اكيد. بدي اتمنى لكم كل الخير والحب والفرح والسعاده والصحه وراحه البال مثل ما قال علوش حبيبتي. وبدي اختم اكيد سهرتنا الحلوه بصوتك. يا سلام سمعني العود الجواب. حلو كتير ذبحوا مكان يقطع عن نساني، وتركني بدار بي عن نساني. لا ابكي ونوح وندب عن نساني، الغريب الندل طعم الديار. على غيابك ضميري أن ابني على غيابك ضميري، وغدا جسمي من اسطودك ضميري يا صحرا القاح لدخلك ضميري لك الدموع وخزني على الأحباب. نعم 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 هلا سلطاننا صار في صوت. ينبر فيه الطوالة لجل شعر الغول فيها الطوالة، صبي خمرتك فوق صبي خمرتك فوق الطوالة، ارتمى الفنجان ونكب الشراب. سمع نسير سمع مشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيطلع، والله لو داست عدت دا شفت الترجم ولا. مشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيطلع، والله لو داست عدت دا شفت الترجم ولا. لكن مشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيطلع، لكن لا شفت الدلع. الله حيو
لك لبست كم ومشيت زي الغزال الوارد على البي. لبست كم ومشيت زي الغزال الوارد على البي. لك لبست كم ومشيت زي الغزال الوارد على البي. لبست كم ومشيت زي الغزال الوارد على البي. يا ويل شباب الحي لك هالحلوة بتتفرع بشياني وعم تتدلع وعليها القلب يتطلع. والله لو داست عد ولا الشيلون الله يا خير. يلا 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 يا غريب سكرت بعينيك سهرة ضيعتنا بضو النجمات. 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 انت وضيعتنا اخوات اثنين للحالة مصنع مشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيتطلع. ولو داس أيوة شفت الثلج مولع يلا سوا يا بيا يا بيا يا بيا يا بيا بعرف إنه السنة اللي مرقت كانت صعبة كتير على الكل ويمكن السنة الجاية كمان يكون فيها صعوبات. تمنياتي ما رح تكون للسنة بل رح تكون خاصة فيكن أنتو. كيف ما بدها السنة تكون تكون، المهم نحنا نكون قدها. العود القوي ما بتهزوا العاصفة. بتمنى تبتدي سنة 22 وأنتو بتوثقوا بحالكن أكتر وبتتجرأوا على الحلم أكتر وتخوضوا تجارب جديدة أكتر مثل ما أنا جربت واكتشفت خبايا كتير عن حالي وتعرفت على ناس محبة وحلوة. بتمنى ما تقسوا على حالكن وما تحكموا عليها وتسامحوا حالكن قبل ما تسامحوا غيركن وتعرفوا تحبوا حالكن صح وما تعيشوا كرمال الناس. ولما تزعلوا تبطبوا على روحكن وقولوا لا معلش أنا حدك هون أزمة وبتمر. بتمنى لكم التوازن عند المواقف الصعبة وبتمنى توقفوا للحظة قبل ردات الفعل وبتمنى أنه تعيشوا اللحظات بالكامل بحلوة وبمرة لأنه ما في شيء رح يدوم. لما تطلعوا بالمراية عرفوا وتأكدوا أنه هذا الشخص اللي رح تشوفوه هو الحبيب والصديق والأم والبي والخي والسند الوحيد. كونوا منيح لأنه بتستاهلوا أحلى سنة ينعاد عليكم.